ولطالما كانت خدمة المشاعر المقدسة وحجاج بيت الله الحرام شرفا كبيرا لملوك السعودية الشقيقة منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، حيث تظل خدمة الحرمين الشريفين ركنا أساسيا يحرص عليه ملوك السعودية حتى يومنا هذا. الحمد لله الذي جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا وجعله أول بيت وضع للناس، قال تعالى أن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركة. لا زال العمل جال بهمة ونشاط في عمارة الحرم المكي الشريف وتوسعته، كما تم بعون الله شق وتوسيع الطرق في مكة المكرمة والمؤدية إلى المناسك في عرفات ومنى تيسيرا للحجاج. إن سكان هذا البلد ليزيدهم شرفا واعتزازا أن أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالقيام على خدمة هذه الأماكن المقدسة، وعلى خدمتكم أيها الإخوان حينما تأتون تؤدون فريضتكم وتقضون مناسككم في مكة المكرمة مهد الإسلام في بيت الحرام بجوار الكعبة المشرفة، لنعاهد الله عز وجل على العمل لرفع شان الإسلام باستبدال مسمى صاحب الجلالة بلقب أحبه يشرفني أن أحمله وهو خادم الحرمين الشريفين. عندما الله أنعم علينا بأن نكون في خدمة الحرمين، هذا أفضل شيء، أفضل شيء في التاريخ. أول بيت وضع الناس مكة، ومسجد رسول الله وجثمان رسول الله وأصحابه معه. يعني من يلقى هذه؟ من يلقاها ويخليها؟ من يلقاها ولا يبذل آخر مجهود فيها؟ يمنك سبع الدائرة اللي دائرة على المسجد النبوي أن يكون نموذج في الطراز ونموذج في البناء ونموذج في الزينة ونموذج في كل شيء. هو أحسن شيء أن يهمنا الروحانية. الله أكبر. الحين منى شوف، كثير من الناس كثير يبون يزوم بناء ما بناء، أعوذ بالله يعني بيه. يعني الروحانية راحت. عايز يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل من ذلك الوقت إلى الآن لم تأتي توسعة أضخم ولا أكبر من هذه التوسعة. هذه الدولة في خدمة البيتين الحرمين الشريفين ويشرف ملك كان يكون خدمة الحرمين الشريفين، وهذا بعد ما بعيدنا اليوم الحمد لله أجاري، ومكة تهمنا قبل أي مكان في الدنيا كلها يوم من المنورة. حجاج بيت الله الحرام نرحب بكم في مواطن الوحي المملكة السعودية ضيوفا أعزاء، سأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منكم حجكم ويغفر ذنوبكم وأن يعيدكم بلادكم سالمين غانمين، وأن يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية هذه المناسبة العظيمة وهي في عز وتمكين، كما نسأله عز وجل أن يسود الأمن والاستقرار بلدنا والعالم أجمع، إنه سميع مجيب وكل عام وأنتم بخير. لقد شرف الله المملكة العربية السعودية بخدمة ضيوف الرحمن والعمل على راحتهم وأمنهم برجال أثبتوا في الميدان أنهم يتمتعون بمهنية عالية وعزيمة صارمة لا تنتني في أداء واجبهم الديني والوطني والإنساني، مستشعرين في ذلك عظم المسؤولية وشرف الزمان والمكان.